صباح الخير، معاكم كابتن عمر مدرب معتمد في مجال الفتنس. النهارده معانا فقره جديده من التمارين من برنامج يوم سعيد على قناه المحور. النهارده هنتكلم شويه عن تمارين الكارديو. طيب ايه فايده تمارين الكارديو؟ فايده تمارين الكارديو ان هي بتعلي معايا اللياقه بشكل كويس، بتحسن الدوره الدمويه، وبتساعدني بان انا احرق سعرات حراريه اعلى. طيب اول حاجه هنعملها النهارده ايه؟ اول حاجه قبل ما هبدا التمرين ان انا هورم اب الجسم او هسخن جسمي بشكل كويس عشان اتفادى اي اصابات. طيب اول تسخين معايا ان انا هكون بحرك كتفي بشكل دائري 15 عده لورا و 15 عده لقدام. ثاني حاجه هشتغل برده 15 عده. ثالث حاجه بالجنب 15 عده. كده ابقى انا سخنت الجزء بتاع الابر او الجزء العلوي. هشتغل دلوقتي ان انا اسخن الجزء السفلي للرجل. هكون واقف هشتغل 15 عده بالجنب و 15 عده لقدام و 15 عده لورا. طيب خلينا نبدا اول تمرين معانا النهارده، تمرين جامبنج جاكس. انا اكون بواقف رجليا مقفوله وايديا مقفوله وببدا اشتغل بالشكل ده. بتنفس كويس طول التمرينه. طيب العداد بتاعتنا قد ايه؟ على حسب الليفل بتاعنا احنا فين دلوقتي، بس العداد من 15 ل 20 عده نشتغل اربع مجموعات في كل تمرين. طيب تاني تمرين معايا بكون واقف بالشكل ده. طيب التمرين ده بيستهدف معايا ايه؟ بيستهدف معايا عضلات الرجل وعضلات البطن والكور. طيب ثالث تمرين معايا انا بكون واقف بالشكل ده، بحاول اجيب ركبتي على كويس. يمين و شمال. طيب رابع تمرين معايا بكون واقف وبحاول اشتغل بالشكل ده برضه. التمرين ده برضه بيشتغل كويس على عضلات الرجل وعضلات الكور والبطن. اخر تمرين معايا بكون واقف بالشكل ده، بنزل سكوات وبطلع جامب. تمام التمرين ده برضه بيحسن معايا الدوره الدمويه بشكل كويس، بيستغل على عضلات الرجل بشكل كويس. وبكده تكون خلصت فقرتنا النهارده. انتظرونا بتمارين جديده في برنامج يوم سعيد على قناه المحور.